أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في قناة مشاهير لأحدث أخبار الفن والفنانين. الفنانة نادين خوري خسرت عائلتها بالكامل، تعرفوا على عمرها الحقيقي، وأيضا تعرفوا على حقيقة زواجها وحقائق ومعلومات أخرى لا تعرفونها عنها. اسمها الحقيقي نادية لطفي الخوري، عمر الفنانة حتى 2019 61 سنة. الفنانة نادين خوري وهي طفلة، ولدت الفنانة بتاريخ 26 مايو عام 1957. جنسيتها سورية. لقبت بعذراء الشاشة السورية. نادين خوري ممثلة سورية، بلغت من العمر 61 سنة، هي شقيقة المخرج جورج لطفي الخوري، كما أنها عضو في نقابة الفنانين السوريين منذ عام 1983. حقيقي نادية لطفي الخوري، وظهرت الخوري في بدايتها الفنية بأسماء عديدة، منها نادية نصري ونادية حمصي، قبل أن تستقر على استخدام اسمها الفني نادين. كانت بدايتها بالتمثيل عام 1977 من خلال مسلسل رحلة المشتاق، وبفترة قصيرة حازت أدوار البطولة، وذلك بفيلم حبيتي حبيت توت، إلى جانب الممثل عبد الهادي الصباغ وأسعد فضة، كما قامت بدور البطولة في المسلسل الكويتي الانحراف عام 1992. نادين خوري تعد أشهر عازبة في الوسط الفني السوري لغاية اليوم، وترفض إطلاق مصطلح عانس عليها، إنما عازبة، فقرار عدم الزواج اتخذته بنفسها، معتبرة في الوقت نفسه أنها تعشق الفن ومتزوجة منه، بل وأنجبت منه أيضا. تقول نادين في إحدى تصريحاتها أنها فتاة من عائلة مثقفة، ولذلك تفضل الزواج الفكري على الارتباط الذي يهدف إلى إنجاب الأطفال وتأسيس العائلة، لافتة إلى أن مهنة التمثيل كانت عشقها الأول والأخير. تميزت بحضورها الراقي ورسالتها الإنسانية في غالبية أدوارها، وشاركت في مسلسل بطل من هذا الزمان عام 2000 بدور جمانة، واستكملت أدوارها الشيقة في مسلسل أيامنا الحلوة بدور عبير عام 2003 ومسلسل الداية في نفس العام. عام 2005 قدمت نادين رسالة إنسانية حول الأطفال المنغوليين في مسلسل الشمس تشرق من جديد، ثم تابعت سلسلة من المسلسلات مثل سيرة الحب عام 2007، إضافة إلى الكثير من المسلسلات في السنوات المتتالية. كيف كانت الفنانة نادين خوري في طفولتها؟ الفنانة نادين خوري وهي طفلة نشأت
نشرت النجمة السورية نادين خوري صورة لها عندما كانت طفلة وصورة أخرى في الوقت الحالي، وهي تقوم بنفس الحركة، ويبدو أنها تقوم بها عندما تفكر أو تتأمل شيء ما. الصورة لاقت إعجاب متابعي النجمة القديرة، وأكدوا في تعليقاتهم على استمرار طيبتها وبساطتها وعفويتها منذ طفولتها وحتى الآن. الموت يفجع الفنانة نادين خوري بسبب السرطان وتخسر جميع أفراد عائلتها. فجعت الفنانة القديرة نادين خوري صاحبة لقب عذراء الشاشة السورية بوفاتها شقيقها الأصغر طوني الخوري، وذلك بعد موت شقيقها الأكبر المخرج جورج الخوري في عام 2012، لتخسر جميع أفراد عائلتها بهذه المصيبة الأخيرة إذ ما زالت عزباء. رغم من الحزن والأسى واللوعة التي تعيشهم الفنانة السورية القديرة نادين خوري بعد أن خسرت شقيقها الأصغر، أبت أن تؤجل تصوير أحد مشاهد مسلسلها وردة شامية والذي تظهر فيه بالكفن، وذلك وفق الصورة التي نشرتها الصفحة الرسمية للمسلسل. وفاة النجمة السورية نادين خوري. انتشرت شائعات من قبل بعض المواقع الإلكترونية والصفحات الفنية عن صحة الممثلة السورية نادين خوري خلال الأيام الأخيرة، وتم تداولها من قبل كثيرين. وأكد المكتب الإعلامي للممثلة السورية أن كل الأخبار التي تتحدث عن تدهور صحتها أو رحيلها هي كاذبة ولا صحة لها. ومصدر إطلاقها بات معروفاً من خلال سعي الكثير من الصفحات والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات اليوتيوب على استغلال أسماء المشاهير في سوريا والوطن العربي بهدف الحصول على مشاهدات وتفاعلات بأسلوب رخيص ومبتذل. الخبر الذي نشرته أحد الصفحات الكاذبة. وأضاف البيان أن نادين خوري في منزلها بدمشق وليست في بيروت كما أشيع في التقرير الذي نشرته إحدى القنوات على اليوتيوب، دون أن تكلف نفسها ببذل أي جهد للوقوف على الحقيقة لتتشبه بغيرها في إطار سقوطها. وأضاف البيان أن نادين خوري بخير والحمد لله وبصحة ممتازة، ولم يعترضها بفضل الله تعالى أي عارض صحي.
وتواصل حالياً تصوير دورها في مسلسل محيي الدين بن عربي، حيث تؤدي شخصية فاطمة القرطبية المعلمة الروحية لابن عربي. إليكم أشهر أعمالها في السينما. أيضاً أعمالها في التلفزيون.